بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قال فصل: فقد علمت أن من نزل في منزلة التوبة وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام. احنا مر بنا من قبل يعني أن الطريق المستقيم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى يضرب له المثل بالطريق الحسي، يعني في الدنيا كأن الإنسان في سفر إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة، وهذا السفر فيه يعني منازل أو مراحل يقطعها المسافر ويمر بها في طريق الزين، محطات يعني التي في طريقه إلى الله تعالى. فهنا المنازل التي ينزل فيها المسافرون ويمرون بها أو يتوقفون عندها ويوصلون بعدها، يتزودون منها ويوصلون سيرهم في الطريق. فبعد منزلة التوبة قال تأتي منزلة إيه؟ الإنابة. وهو قال إن منزلة التوبة يعني هي مستمرة مع الإنسان في جميع المنازل، في جميع الأعمال القلبية والعبادات القلبية. يعني التوبة ليست منزلة يعني يمر عليها ثم يتركها وينتقل إلى ما بعدها، وإنما يعني هي باقية معه في كل منزلة في طريقه، التوبة هي مصاحبة لها. فقد علمت أن من نزل في منزل التوبة وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام، وأن التوبة الكاملة متضمنة لها وهي مندرجة فيها، ولكن لا بد من إفرادها بالذكر والتفصيل تبيينا لحقائقها وخواصها وشروطها. يعني يقول منزلة التوبة الكاملة هي شاملة على الحب والخوف والرجاء والإنابة وجميع العبادات القلبية، هي متضمنة داخل التوبة ومشمولة بالتوبة، لكن هذا لا يمنع أن تخص كل يعني عبادة منها من العبادات القلبية بفصل مستقل يعني تبيينا لحقائقها وخواصها وشروطها. قال فإذا استقرت قدمه في منزل التوبة نزل بعده منزل الإنابة. والإنابة في اللغة معناها يعني أناب إلى الشيء رجع إليه مرة بعد أخرى، أناب إلى الشيء رجع إليه مرة بعد أخرى. فالشيء الذي يعني دائما الإنسان يرجع إليه، يعني كأنه مثلا نزل بعده منزل الإنابة وقد أمر الله تعالى به في كتابه وأثنى على خليله به. يقول الله تعالى في القرآن أمرنا بالإنابة وأثنى على إبراهيم الخليل عليه السلام بأنه منيب إلى الله. طيب أين الأمر به؟ يعني هو سيذكر هنا يعني إيه يمكن ستة أشياء يعني في فضائل الإنابة إلى الله تعالى. أول واحدة أن الله أمر به، أين الأمر به؟ اللي هو في قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم، وأنيبوا إلى ربكم، ده الأمر بالإنابة. المسألة الثانية أن الله تعالى أثنى على إبراهيم الخليل بأنه منيب إلى الله. إبراهيم الخليل هو قدوة المسلمين، يعني بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الله تعالى قال إيه؟ أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، أن إبراهيم كان أمة، يعني كان إماما يقتدى به عليه السلام. فهنا قال تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب،
مر بنا الأواه لها تفسيرات عديدة، منها كثير التضرع إلى الله تعالى، وقيل الدعاء، وكثير الدعاء أو التلاء لكتاب الله المنزل عليه، وقيل الفقيه، وغير ذلك مما ورد في تفسير الأواه. يعني إن إبراهيم لحليم أواه منيب. طيب المسألة الثالثة في الإنابة، قال وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة، يعني الذين يعني ينتفعون بآيات الله سبحانه وتعالى ويتذكرون بآيات الله هم أهل الإنابة. هذه المسألة الثالثة، وذكر على هذه المسألة الثالثة ثلاثة أدلة من القرآن الكريم، أن آيات الله إنما ينتفع بها أهل الإنابة. طيب آيات الله تعالى نوعان، آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية هي المخلوقات، السماء والأرض والجبال والشجر وخلق الإنسان، كل هذه آيات الله اللي هي الآيات الكونية. والآيات الكونية أمرنا أن نتفكر فيها، هي من آيات الله تعالى. الله تعالى ذكر يعني مثلا في سورة الروم على سبيل المثال، يذكر الله تعالى خلق الإنسان وخلق السماوات وخلق الأرض وكذا، ويقول إن في ذلك لآيات. فإذا الآيات الكونية أمرنا بالتفكر فيها والاستدلال بها على قدرة الله تعالى وعظمته. والآيات الشرعية هي القرآن الكريم، آيات الله تعالى الشرعية، آيات القرآن الكريم كلام الله تعالى. والآيات الشرعية أمرنا أن نتدبرها، نتدبر القرآن الكريم ونتفهم معانيه. فالذين يعني ينتفعون بالآيات الكونية فيتفكرون فيها وتزيدهم هداية، وينتفعون بالآيات الشرعية ويتدبرونها وتزيدهم أيضا هداية، هم المنيبون إلى الله تعالى. الدليل على ذلك قال فقال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إذن بنيان السماء ومد الأرض وما ألقى الله فيها من الرواسي اللي هي الجبال وأنبت فيها من النبات، إنما يتبصر ويتذكر بهذه آيات كونية، هذه آيات كونية صحيح. فتبصره الذكرى في هذه الآيات لمن؟ للمنيبين. قال لكل عبد منيب. طب دليل ثاني، قال وقال تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. برضو أهل الإنابة هم اللي يتذكرون. الدليل الثالث قال وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه. هنا تفسير منيبين إليه، قال منيبين منصوب على الحال، وذكر تفسيرنا. التفسير الأول قال منيبين منصوب على الحال من الضمير المستكن، يعني الضمير المستتر في قوله فأقم وجهك، لأن هذا الخطاب له ولأمته. يعني فأقم وجهك للدين حنيفا، كأن المعنى أقم وجهك منيبا إلى الله، بس هنا قال أقم وجهك منيبين. منيبين يعني جمع، والضمير اللي هو في فأقم وجهك ضمير مفرد يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، بس هو قال الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو خطاب له ولأمته، فكأنه يعني فأقم وجهك يعني أنت وأمتك منيبين إليه، أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه. نظيره يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدته. يعني مرات يخاطب الله تعالى الأمة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الخطاب موجها للنبي عليه الصلاة والسلام والمقصود به أمته يعني أو
هو وأمته. طيب ده التفسير الأول، إن منيبين يعني هي حال من الضمير اللي هو فيه فأقم، يعني فأقم وجهك منيب، أنت وأمتك منيبين إلى الله. التفسير الثاني قال ويجوز أن يكون حالا من المفعول في قوله فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني كأن المعنى فطر الله تعالى الناس منيبين إليه، أي فطرهم منيبين إليه، فلو خلوا وفطرهم لما عدلت عن الإنابة إليه. يعني أصل الخلقة أن الله تعالى خلق الناس منيبين إلى الله تعالى، فهذا أصل الفطرة، لكن الناس يحولونها ويغيرونها، ولكنها تحول وتغير عما فطرت عليه، كما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل، يعني كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، يعني مثل البهيمة تولد يعني حسنة الخلقة، وبعدين يأتي الناس فيقطعون آذانها فيشوهون خلقتها. فكذلك الوالدان إذا هود الطفل أو نصراه فكأنهم شوهوا الخلقة، فليست هذه أصل الخلقة. يعني البهيمة مثلا أصل خلقتها كان لها أذن، لكن هم الناس قطعوها، فهذا ليس هو أصل الخلقة، ولكن هذا تشويه الناس للخلقة. فكذلك المولود هو يولد على الفطرة على التوحيد، ولكن الأبوان إذا هودا قد شوه هذه الفطرة ودنساها وغيرها. فإذا كأن المعنى هنا الله تعالى فطر الناس منيبين إليه، فلو خلوا وفطرهم لما عدلت عن الإنابة إليه، يعني لو لم يتدخل أحد بإفساد هذه الفطرة لبقوا منيبين إلى الله، لكن بسبب تدخل الناس بإفساد والشياطين يفسدون هذه الفطرة فتتحول. كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على هذه الملة حتى يعرب عنه لسانه، يعني حتى يتكلم بلسانه، إذا يعني إذا دان بغير الإسلام واختاره وتكلم باختياره لغير الإسلام. طيب إحنا الآن ذكرنا من فضائل الإنابة ثلاثة أشياء، يعني الآن حتى ذكرنا بأن الله تعالى أمر بها، وأنها من صفة إبراهيم عليه السلام، أثنى الله بها على إبراهيم، وأنه لا يتذكر ويتبصر في آيات الله إلا أهل الإنابة. الأمر الرابع أن الله تعالى أثنى بالإنابة على نبيه داود عليه السلام، برضو داود من الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم. في سورة الأنعام ذكر الله تعالى قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتدي بهؤلاء. فمنهم داود عليه السلام، وداود كان منيبا إلى الله. وقال عن نبيه داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فداود أيضا كان من المنيبين إلى الله. المسألة الخامسة في فضائل الإنابة أن ثواب الله وجنته لأهل الخشية والإنابة. قال وأخبر أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة، فقال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام. المسألة السادسة أن البشرى من الله إنما هي لأهل الإنابة، أن الله تعالى بشر أهل الإنابة من فضائلها أن الله بشرهم. وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة، فقال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. والذين اجتنبوا الطاغوت، طاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة وكل متبوع
أو مطاع في معصية الله تعالى، وكل حاكم يعني يتحاكم إليه في غير شرع الله تعالى وبغير شرع الله تعالى. يعني فأنواع الطواغيت يعني ترجع إلى ممكن نقول 3 أو 4 أشياء، يعني اللي هي العبادة والاتباع والطاعة والتحاكم. يعني فالطاغوت اللي هو بمعنى من يحكم بغير ما أنزل الله، والطاغوت بمعنى من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة. وقال إيه؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يتحاكموا إلى غير الشرع الله. وورد في تفسيره عن عبد الله بن عباس يريدون أن يتحاكموا إلى كعب بن الأشرف اليهودي، كانوا يتحاكمون إليه، يحكم بينهم يأخذ رشوة ويحكم لهم بغير ما أنزل الله. فالطاغوت بمعنى المتبوع والمطاع في معصية الله، وكذلك إيه المعبود من دون الله. يعني فهنا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، العبادة والطاعة العبادة والطاعة والاتباع والتحكم يعني أو الحكم بغير ما أنزل الله. بعض العلماء يجعل الاتباع والطاعة شيئا واحدا يعني، وبعضهم يقسمها اثنين، معنى قريب يعني. والطاغوت يعني يذكر ويؤنث يعني، فهنا في الآية هي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، هنا مؤنث. جزاك الله خيرا، الله يحفظك يا رب، شكرا. طيب يبقى هذه ايه 6 أشياء من فضائل الإنابة. بعدها يتكلم عن تقسيم الإنابة إلى إنابتين نوعين. قال والإنابة إنابتان، إنابة لربوبيته وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال الله تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. فهذا عام في كل في حق كل داع أصابه ضر كما هو الواقع، وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر، يعني قد تجتمع مع الشرك أو الكفر. الإنابة إلى ربوبية الله تعالى بمعنى الرجوع إليه وقت الضر، فيتضرع إلى الله ويرجع إليه ويسأله أن يكشف الضر، فهذه الإنابة إلى ربوبية الله تعالى. قال هذه مشتركة في المؤمن والكافر، كما قال تعالى في حق هؤلاء ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناه، فهذا حالهم بعد إنابتهم. يعني نفس الذين وصفهم الله تعالى بأنهم إيه دعوا ربهم منيبين إليه، يدعون الله منيبين إليه يعني، فإيه فاستجاب الله لهم وكشف عنهم الضر. ثم بعدها مباشرة في نفس الآية ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتينا، يعني مسهم الضر فأنابوا إلى الله تضرعوا إليه، فلما كشف الضر عنهم كفر عادوا إلى الشرك والكفر. إذن هؤلاء الذين أنابوا إلى الله وهم على شركهم يعني. كما ورد يعني في حال المشركين يعني فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا ورد في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه أنهم كانوا إذا ركبوا في الفلك واشتدت بهم الرياح وخافوا الغرق والهلاك أخلصوا الدعاء لله وحده، فإذا نجوا إلى البر قالوا لولا الله ولات لهلكنا، قالوا لولا الله ولات لهلكنا. وقت الضر يدعون الله وحده، بس بعد النجاة ينسبون الفضل لله وللات يعني ولا يذولا، فيشركون بالله تعالى. قال والإنابة الثانية إنابة أوليائه وهي إنابة لإلهيته، إنابة عبودية ومحبة. هذه الإنابة خاصة بالمؤمنين اللي هي الإنابة إنابة لألوهية الله سبحانه وتعالى أو لإلهية الله تعالى. قال وهي تتضمن 4 أمور: محبته
والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه، فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة. وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك. قل معنى الإنابة في كلام السلف الصالح أن الإنابة يعني مركبة من إيه؟ من أربعة أشياء، أربعة أمور، إذا اجتمعت صار العبد منيبا، إذا اختل واحد منها فهذا يعني لا تكون الإنابة تامة وكاملة. فمحبة الله تعالى والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه، فمن كان كذلك فهو منيب إلى الله تعالى. قال: وفي اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم. فالمنيب إلى الله المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه في كل وقت، المتقدم إلى محابه. قلت ذلك الإنابة يعني من جهة اشتقاقها اللغوي فأصلها معانيها في اللغة ترجع إلى الإسراع وإلى الرجوع وإلى التقدم. فالمنيب إلى الله هو مسرع إلى مرضات الله، راجع إلى الله كل وقت، متقدم إلى محاب الله سبحانه وتعالى، الأشياء التي يحبها الله تعالى. قال صاحب المنازل، مين صاحب المنازل؟ اللي هو الشيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري، اللي هو صاحب كتاب منازل السائرين الذي يشرحه الإمام ابن القيم هنا في مدارج السالكين، فهنا ينقل كلام صاحب المنازل. قال صاحب المنازل: الإنابة في اللغة الرجوع، الإنابة في اللغة الرجوع، وهي ها هنا الرجوع إلى الحق، وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، وهذا سيشرحه كله الإمام النقي وينقل العبارة ثم يشرحها بالتفصيل إن شاء الله، بس نقرأ العبارة. قال: وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. ودائما طريقة صاحب المنازل الإمام الهروي رحمه الله أن كل ما عبادة من العبادات القلبية يقسمها إلى ثلاثة أقسام، وبعدين كل قسم منها يقسمه إلى ثلاثة، يعني دائما ثلاثة في ثلاثة كما مر بنا في كثير من المنازل السابقة. يعني هنا نفس الشيء، يعني أول شيء تعرف التعريف العام للإنابة، قال الرجوع إلى الحق، وبعدين جعل الإنابة ثلاثة أقسام. قسم الأول الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والثاني الرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والثالث والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. بعد كده كل واحدة من دول حيقسمها لثلاثة بعد ذلك. طيب كلام الشارح هنا الإمام ابن القيم رحمه الله يعلق على هذا، قال: لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته، كان من تتمة ذلك، كان من تتمة ذلك رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعاته، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا، فلا تنفع توبة وبطالة. فلا بد من توبة، البطالة اللي هي يعني ترك العمل الصالح، ما ينفع توبة وبطالة. يعني هو قال، هو الإمام الهروي يقول لك الرجوع إلى الحق إصلاحا، الإنابة الرجوع إلى الحق، فأول قسم اللي هو إيه؟ الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، يقول هي الإنابة جاية بعد التوبة، فهو في التوبة كان رجع إلى الحق اعتذارا، أنه اعتذر عن إيه؟ عن إساءته وندم عليها واعتذر إلى الله من إيه؟ من ذنوبه وتقصيره، فهذه التوبة. فالتوبة لابد معها من إصلاح، لأن الله تعالى يقول إيه؟ تابوا وأصلحوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا، فيرجع الحق إصلاحا كما رجع إلى الحق اعتذارا، ورجع إليه اعتذارا اللي هو التوبة. فلابد أن قال: لا تنفع توبة وبطل، يعني ما يكفي أنه يعتذر عن إيه؟ عن إساءته ويجلس لا يعمل عملا صالحا، لابد أن يعمل
حسنات لتكفر السيئات وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وقال إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا الإصلاح يعني بعد ما اعتذر إلى الله يجتهد في العمل الصالح حتى يعوض ما فاته بالإثم. قال فلا بد من توبة وعمل صالح، ترك لما يكره وفعل لما يحب، تخل عن معصيته وتحل بطاعته. يقول ترك ما يكره دي اللي هو الاعتذار، وبعدين يجمع مع الاعتذار الإصلاح اللي هو فعل لما يحب الله، وتخل عن معصية الله ده اللي هو الاعتذار، ومع الاعتذار يكون إصلاح اللي هو التحلي بطاعة الله. طيب ده الأمر الأول. القسم الثاني من الإنابة في كلام الهروي اللي هو إيه؟ الرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا. يشرح القسم الثاني قال وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك، فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولا، فعليك الرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه ثانيا، والدين كله عهد ووفاء. قال هو المسلم هو رجع إلى الله تعالى بالعهد أولا، أنه عاهد الله تعالى، فقال كما رجعت إلى الله بأن عاهدته ارجع إليه بالوفاء، يعني بالوفاء بهذا العهد. ممكن واحد يعاهد ثم لا يفي، فقال أنت عندما عاهدت رجعت إلى الله بالعهد، فاقرن ذلك بإيه؟ بالرجوع إليه بالوفاء بذلك العهد. طيب ما هو العهد الذي يعني رجع الناس إلى الله بالعهد؟ ما هو العهد؟ قال فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته، فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته أو منه إلى الرسول بلا واسطة كما كلم موسى. هنا يقول الناس في مسألة معاهدة الله تعالى البشر إيه؟ ثلاثة أقسام. قسم عاهد الله تعالى إما مباشرة بلا واسطة أو بواسطة الملك، وهم الرسل الكرام اللي هو إما عاهدوا الله مباشرة بلا واسطة كالرسل الذين كلمهم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، بعض الرسل كلمهم الله بلا واسطة كنبي الله موسى عليه السلام وكنبينا محمد عليه الصلاة والسلام يوم المعراج، يعني صعد إلى سدرة المنتهى وكلمه الله تعالى وفرض عليه الصلوات بلا حجاب يعني. فإذا إيه؟ بلا واسطة يعني بلا واسطة ملك يعني. فإذا هذا القسم الأول اللي هو الأنبياء والرسل أخذ الله عليهم العهد إما بلا واسطة أو بواسطة الملك. القسم الثاني أمم الرسل الذين أدركوا الرسل ورأوا رسلهم، فقال وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل، وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء. القسم الثالث الذين يعني يؤخذ العهد عليهم عن طريق العلماء، فهناك عهد يعني أخذ عن طريق العلماء يأخذونه على الجهال يعلمونهم الدين ويبلغونهم يعني أمر الله، فهذا عهد أخذه الله على الناس، وهناك عهد أخذه الله على الأمم بواسطة الرسل، وعهد على الرسل بواسطة الملائكة أو بلا واسطة. قال فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم وعلى هؤلاء بالتعلم، يعني الرسل أخذ الله عليهم العهد أن يعلموا الناس. عندنا وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء. أيوه صح، أخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء. احنا قلنا ثلاث حاجات، في الرسل أخذ عليهم العهد بواسطة الملائكة، والأمم أخذ عليهم العهد بواسطة الرسل، والجهال أخذ عليهم العهد بواسطة العلماء. وبعدين قال فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم وعلى هؤلاء بالتعلم، يعني الرسل أخذ الله عليهم العهد أن يعلموا الناس، والأمم يعني أو
أخذ عليهم العهد أن يتعلموا، أو الجهال أخذ عليهم العهد أن يتعلموا الدين، ثم إذا تعلم يعلم يعني. قال: ومدح الموفين بعهده وأخبرهم بما لهم عنده من الأجر، فقال: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة، وعهودهم مع الخلق. يقول الآيات الكريمة التي فيها الأمر بالوفاء بالعهد تشمل إيه؟ عهد الله تعالى، وتشمل العهود التي بين الخلق، يعني أنه إذا عاهد إنسانا على شيء أن يفي معه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق الغدر بعد العهد، فما أناب إلى الله من خان عهده وغدر به. كان في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: آيات المنافق إيه؟ ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. قال: كما أنه لم ينب إليه من لم يدخل تحت عهده، فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. أو شيء أن يعاهد الله تعالى ثم إيه؟ أن يفي به. فكل من يعني تكلم بكلمة التوحيد أو قال الشهادتين فقد أخذ عهدا، أخذ الله تعالى عليه العهد. يعني أصلا كلمة لا إله إلا الله من أسمائها العهد، كما في قوله تعالى: إلا من اتخذ إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مش كده؟ فقالوا العهد هنا يومئذ لا تنفع الشفاعة. إلى قول: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فالعهد هنا جاء في تفسيره أنها كلمة لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد اتخذ عهدا يعني عند الله سبحانه وتعالى. فإذا من لم يعاهد الله تعالى، من لم يتكلم بكلمة التوحيد، فهذا لم ينب إلى الله. ومن قال هذه الكلمة ولم يفي بمقتضياتها فهو أيضا إيه؟ يعني لم ينب إلى الله، يعني الإنابة الكاملة التامة. فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. طيب، احنا هو كان قال احنا قلنا ايه؟ ثلاث أشياء، صحيح: الإنابة، الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذار، والرجوع وفاء كما رجع إليه عهدا. المسألة الثالث، الأمر الثالث، الرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. قال: وقوله والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة، اللي القسم الثالث من الإنابة، أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قولا. الله تعالى دعاك فأنت أجبت دعوة الله تعالى بلسانك، يعني كما يقول الحاج يعني وهو في حجه يقول: لبيك اللهم لبيك. وفي بعض صيغ التلبية الواردة: لبيك وسعديك والخير بيديك، ومنك وإليك لبيك، والرغباء إليك والعمل لبيك، حقا حقا لبيك، تعبدا ورقا لبيك، ذا المعارج لبيك، ذا الفواضل. صيغ للتلبية مأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم. فكما رجعت إلى الله يعني دعاك فأجبته وقلت لبيك وسعديك. لبيك يقال من لب بالمكان يعني أقام به، وسعديك أصل معنى سعديك يعني إسعادا لك يعني أو إرضاء لك يعني بإجابة دعاء. فهي معنى لبيك وسعديك يعني إجابة بعد إجابة، وإرضاء لك بامتثال أمرك وإجابة طلبك وكذا. ويجوز أن طبعا تقل الله سبحانه وتعالى على ما يليق يعني بها من المعنى في حق الله تعالى، ويجوز أن تقل المخلوق أيضا. يعني مرات النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نادى بعض أصحابه، فإذا ناداه فيقول: لبيك وسعديك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجوز يعني
فهو سبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قولا، يعني قلتها بلسانك، فلا بد من الإجابة حالا تصدق به المقال. يعني في عندنا لسان الحال ولسان المقال، فأنت بلسان المقال يعني تكلمت بلسانك أنك استجبت لله، فيقول الرجوع إلى الله حالا كما رجعت إليه إجابة، كما استجبت بلسان المقال فتستجيب لله بلسان الحال، يعني أن يكون حالك يصدق ما قال. إن تصديق يعني تصديق ذلك يعني العمل به وتنفيذه. قال فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها، فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها، وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله. قال إيه وصدقه العمل في الأثر؟ قال إيه وصدقه العمل، فالعمل يصدق الإيمان، يعني هو العمل هو من الإيمان وهو تصديق إيه له. قال وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله، فكما رجعت إليه إجابة بالمقال فارجع إليه إجابة بالحال. قال الحسن رحمه الله ابن آدم لك قول وعمل، وعملك أولى بك من قولك، ولك سريرة وعلانية، وسريرتك أملك بك من علانيتك، وسريرتك أملك بك من علانيتك. الحسن البصري، ده الحسن البصري رحمه الله، قال هذا الأثر رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد بسنده عن الحسن البصري رحمه الله. طيب هذه كانت أقسام الإيه الإنابة. بعد كده هيرجع بقى إيه لكل واحد منها، اللي هو أول واحد اللي هو كان الإيه الإصلاح، الرجوع إلى الحق إصلاح، هيقسم الإصلاح لثلاث أشياء ويرجع ويجي عند الوفاء ويقسم الوفاء، الرجوع وفاء يقسمه لثلاث أشياء، وبعدين الرجوع حالا برضو يقسمه لثلاثة، يعني ثلاثة في ثلاثة، أيوه يبقى تسعة أقسام. نخليها الفصل هذا نجعله المرة القادمة إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.